اللهم نحن عبادك، بنو عبادك، بنو إيمانك، نواصينا بك إليك، تعلم سرنا وجهرنا، أعط لكل من سألك سؤالا ورجاها ورجاك يا أرحم الراحمين، نوله رجاه وثقاه، أنت المعنى، أنت الكافي، أنت الشافي، اشفنا من كل داء، من كل وباء، وابدل حالنا إلى أحسن الأحوال. اللهم اكفنا بحلالك عن حرام، وبفضلك عن سلامة سواك، اللهم ادخلنا في سكة تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت ولي أمر عقلها. اللهم نسألك أن تهدينا سبل الرشاد، وأن ترحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. هدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين. اللهم آمين يا رب العالمين. أكون فتاهم على الطريق المستقيم، نرجعها في مزاعيها، نرجعها في دراستها، يا سميع الدعاء، يا قابل الرجاء، نسألك التوفيق والرضا لمن أعطى، لمن أعطى أو ابتغى، بما يقدر الكريم، وبسم الله الرحمن الرحيم.